السلام عليكم وهلا والله بأحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية ومستجداتها، لكن لا تنسون أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، رأيكم يهم ندخلوا صندوق التعليقات، ولا تنسون الأهم الضغط اللايك وشيرون الفيديو، يلا نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. رسميا منتخبنا الوطني يتأهل بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية من المجموعات من بطولة كأس العرب القادمة، كونه يعد منتخبنا الوطني من منتخبات المستوى الثاني في البطولة. رئيس اتحاد العراق لكرة القدم الكابتن عدنان درجان يقرر إنهاء عقد مترجم منتخبنا الوطني المصري محمد عبد الحافظ بسبب تصرفاته واستهزاءاته في فيديوهات ينشر عبر صفحته على لاعبي منتخبنا الوطني. مصادر تؤكد بأن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس وجه رسالة مهمة إلى مدرب منتخبنا الأولمبي كابتن راضي شنيشي في اجتماع الذي عقد يوم أمس في مقر الاتحاد العراقي، حيث أفاد المصدر بأن كاساس أبلغ راضي شنيشي بأن المنتخب الأولمبي بحاجة إلى 11 لاعب من نوع السوبر ليتمكن من فرض هيبته في بطولة أولمبياد باريس 2024. ننتظر الآن أن نعرف من هم 11 لاعب السوبر المرشحين للعب في أولمبياد باريس ضد الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب، برأيكم من ذول 11 لاعب؟ مصادر تؤكد اتفاق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال مع مدرب منتخبنا الأولمبي الكابتن راضي شنيشيل ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس على اتخاذ 6 قرارات ستكون مهمة وستغير وضع الفريق وشكله في أولمبياد باريس اللي راح تنطلق بعد أشهر قليلة، ويستعد منتخبنا الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024 إذ سيلعب في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. وأكدت هذه المصادر أن الاجتماع الذي عقد صباح يوم أمس السبت بين عدنان درجال ومدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس ومدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل شهد اتخاذ 6 قرارات مهمة ستغير شكل منتخبنا الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس من الناحية الفنية، كذلك من ناحية أسماء اللاعبين والخطط التدريبية، حيث سيظهر المنتخب العراقي الأولمبي بحلة جديدة في هذه البطولة. وأضافت هذه المصادر أن أهم القرارات التي تم اتخاذها هو الاستغناء عن المستشار الدكتور نزار أشرف وتقديم الشكر له على خدماته، إذ يأتي ذلك بعد خروجه بتصريح صادم حول استعانته بمحلل فني خارج الكادر التدريبي لمنتخبنا العراقي لغرض معرفة نقاط الضعف الفريق العراقي. كما عرف الاجتماع طرح أسماء المدرب والمحلل الفني صفوان عبد الغني ليكون بديلا عن الدكتور نزار أشرف. وأضاف المصدر أن الاجتماع أكد على الاعتماد على لاعبي منتخبنا العراقي الأول في أولمبياد باريس ممن تسمح لهم أعمارهم بالمشاركة، وأبرز هذه الأسماء هم كل من يوسف أمين، زيدان أقبال، حسين علي، علي الحمادي ومنتظر ماجد، إضافة استدعاء 3 لاعبين من هم فوق السن القانوني 23 عام. أكملت هذه المصادر أن الاجتماع شهد أيضا اتفاق على استدعاء اللاعبين المهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين واللاعب إبراهيم بايش واللاعب سعد عبد الأمير من أجل الحضور مع المنتخب الأولمبي كلاعبين فوق سن 23 عام، إذ تم استدعاهم بناء على قناعة المدرب راضي شنيشكي، وأشار إلى اتفاق على إبقاء 7 لاعبين فقط من المنتخب الأولمبي السابق وهم كل من أحمد مكنزي، زيد تحسين، منتظر محمد كنوش، مصطفى سعدون، كرار محمد، ونهاد محمد، ويوسف الإمام، كونهم كانوا الأفضل في البطولة. وأكد المصدر أن المنتخب الأولمبي العراقي سيدخل معسكر في فرنسا في شهر 7 القادم، وسيخوض مباراتين مع المنتخبات المتأهلة سلفا إلى أولمبياد قبل البطولة بعشرة أيام، إذ تم مخاطبة كل من المنتخب المصري والمنتخب الإسباني لعب مباراتين وديتين. وأضاف المصدر أن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس سيكون حاضرا مع المنتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد باريس بصفة مستشار أيضا. وأضافت هذه المصادر بأن مدرب منتخبنا الوطني استقر على استدعاء 3 لاعبين لصفوف منتخبنا الوطني الأول وهم كل من منتظر محمد قنوش وأحمد مكنزي وكرار محمد. فيما كشف لاعبنا المحترف في نادي إينتراخت الألماني يوسف الأمين
عن جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في صفوف منتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. أما عن منتخبنا الشباب، حيث كشف المدير الإداري منتخبنا الشباب الكابتن نديم كي أن منتخب شباب العراق يبدأ العمل من الآن للتصفيات الآسيوية، حيث يسعى لتأمين أكبر عدد ممكن مباريات تجريبية من أجل تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين. وأضافت المصادر أن مدرب منتخبنا الشبابي أكد بأن المنتخب شباب العراق سيخوض مباراتين وديتين مع نظير العماني في بغداد، إذ تم الاتفاق رسميا بين الاتحاد العراقي والعماني على إقامة مباراتين في العاصمة بغداد يومي 2 و5 من الشهر السادس القادم. ستكون هاتين المواجهتين مهمتين جدا، الغرض منها تحضير بعض اللاعبين. وأضاف المدير الإداري منتخبنا الشبابي الكابتن نديم كريم أن يوم 31/5 هو موعد وصول المنتخب العماني، وسيغادر يوم 6 من الشهر السادس بعد انتهاء مباراتين تمتها جميع الأمور اللوجستية من مقر إقامة الفريق وغيرها من الأمور لنستضيف الأشقاء بأفضل صورة ممكن. وأضاف أن الاتحاد العراقي لن يكتفي بقابة هذه المباراتين فقط لمنتخبنا الشبابي، حيث وجهنا الدعوة إلى الاتحادين الأردني والتاجيكي للغرض خوض مباراتين وديتين أيضا، وتمت الموافقة مبدئيا من الاتحادين والعمل جار لوضع اللمسات النهائية على هذا الاتفاق. وفي ذات السياق كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي كرة القدم أن التصفيات الآسيوية ستقام للفترة من 21 ولغاية 29/9 المقبلة، وبمشاركة 47 منتخب يتم توزيعهم على 9 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منها على 4 منتخبات، وتضم 3 مجموعات على 5 منتخبات فقط. وأكملت أن المباراة ستلعب من جولة واحدة في كل بلد، وتم توجيه الدعوة للبلدان الرغب استضافة المجموعات. اللافت أن أعمال اللاعبين الذين يحق لهم مشاركة في التصفيات هم من مواليد 1/1/2005 إلى مواليد 31/12/2007. مع النجم منتخبنا الوطني زيدان أخبار اللي شارك مع فريق نادي أوترخت الهولندي في الشوط الثاني، حيث خسر رفقاء لاعبنا زيدان أخبار نادي أوترخت بهدف وحيد أمام نادي روتردام ضمن منافسات دور الهولندي الممتاز. المباراة اللي شهدت مشاركة لاعبنا زيدان أخبار عند دقيقة 57 من المباراة. أما عن لاعبنا دانيال السعيد اللي استطاع أن يسجل هدف بعد نزوله بدقائق معدودة، لاعبنا علي الحمادي سجل الهدف بطريقة عالمية ولا أروع. أما عن آخر التقارير الطبية الخاصة بلاعبنا علي جاسم اللي أكدت سلامة لاعبنا علي جاسم ولاعب القوة الجوية من إصابة في الكاحل، اللاعب الذي اشترك في الوحدة التدريبية اليوم مع فريق القوة الجوية هناك احتمالية كبيرة لمشاركته أيضا في المباراة القادمة لنادي القوة الجوية أمام نادي النجف الهمزين.